ابتعد أيها السارق واترك الرهينة. في أحلامك فقط. أي بابو، هل سنقوم بتقديم هذه المسرحية في موسم البحار؟ لا يبدو كذلك. ولكن لماذا لا نشارك؟ نص المسرحية ضعيف جدا. نحتاج إلى شخص ماهر في كتابة القصص ليساعدنا. إنها فرصتي، فرصتي الذهبية. قرقوش، فيما تفكر؟ هذا بسيط جدا. سوف أذهب لمساعدة بابو في مسرحيته، ثم أجد الفرصة المناسبة لأفتك به. وداعاً. توقف أيها الغبي. ماذا؟ هل سيصدق أنك ستساعده بعد الذي فعلته به؟ الأمر يحتاج إلى تنكر وتخطيط. اسمع ما سأقوله لك. لقد تمنيت حقاً المشاركة في هذه المسرحية. جميعنا تمنينا يا لولو. ها؟ ما الذي يحدث؟ هيا يا صغار. أنا حكواتي البحار. أيها العم، هل أنت حكواتي البحار حقاً؟ أجل أيتها الفتاة اللطيفة، فلدي كل القصص الظريفة. يهو! سمعت أن أحدهم يحاول كتابة مسرحية، فجئت إليكم وقدومي أكبر هدية. واو! لقد أعددنا واحدة، ولكنها ضعيفة جداً. يحتاج هذا النص إلى تعديلات كثيرة، كثيرة جداً. عنوان المشهد الأخير: محاكمة السارق الخطير. ولكن أيها المخرج، ألم يختنق بابو في هذا الكيس؟ لا تقلقي يا لولو، سوف ننتهي سريعاً. والآن ابدأوا. أرجوكم أيها الأصدقاء، بابو لم يقصد فعل شيء. لا شك أنه هناك سوء فهم كبير. يبدو أن بابو مظلوم. فهو لطيف ولا يحب الخصوم. يجب أن يأتي العمدة ليأخذ قراراً في المحكوم. نريد العمدة، نريد العمدة، نريد العمدة. إذن كما طلبت أيها العم، سنعطيك دور العمدة. عليك أن تدخل الآن وتعلن أن بابو بريء. هدوء. وصل العمدة. وأخيرا وصلت أيها العمدة، أنا أثق بك. أهم. باعتبار العمدة، أحكم أن بابو سوف ينال عقابه في أشد صوره. العم، سوف يسقط بابو. انتظروا، هذا ليس في نص المسرحية. لقد انتهت المسرحية أيها الصغار، وبدأت الحقيقة الآن. كيف تفعل هذا؟ من أنت؟ أنا الأقوى في البحار. سيبقى هذا في أحلامك إلى الأبد أيها الشرير. بابو! ولكن كيف هذا؟ وهل ظننت أن حيلتك ستنطلي علينا أيها المخادع؟ إذن ما الذي كان في الكيس؟ عليك أن تسأل مخرجنا العبقري الذي يجيد صناعة الدمى. السر بابو! بابو تورنيدو! طاقة التورنيدو! مسرحية جديدة عنوانها محاكمة الخائن المتنكر. أنتقم منك يا بابو. والآن صار لدينا أفضل مسرحية عن اكتشاف الخيانة، استعدوا لنقدمها في موسم البحار.